شو الحاجة اللي وقعت الحميد الحضري ديوالة بزاف مع البوليس؟ آه شي حاجة زوينة بعدا شي حاجة واي زوينة واو زوينة مؤخرا مرة ربيتي اللحية لا لا شحال هذه كنت باغي كنقرا لم يعب جدي جدي لك اللحية لا هو عنده اللحية كتبان ستايل فهمتيني عايز مقدر زيادة كان مع طلة وصلوا بستافيت كان كيقرا في لافاك على ليبوك تقريبا كان كيقرا في لافاك غادي يكون غنى ليهم وتلقوه لا لا كنت كنت باقي ما بديتش كنغني ديك الساعه ما عرفتش انا ما عرفتش كنت باغي نقول كان عنده زعما شي امتحان في لافاك وما وصلوا بحال داك الفيديو اللي شفنا في الجابون لا لا هزات وصطفيت ياك لا قبل شنو لا قبل تحقيق الهويه تحقيق الهويه باش يعرفوا شكون هو تحقيق الهويه ومن بعد شنو وقع دوك الزور تحقيق الهويه كتمشي حتى للكوميساريه باش دير تحقيق الهويه ومن بعد شنو وقع داك الساعه ما معروفش هو لا لا ما بقيتش نقرا ديك الساعه دخلت لهم مع شي واحد اخر واقيلا تيقلبوا عليه دخلت لهم مع شي واحد اخر لا شي حاجه مزيانه صدق شي واحد في البوليس كيعرفك ديجا لا لا واش ياك ما صحابيكم السيد برشلونه كيعرفوا الناس الاداره عرفوا الناس البوليس كيعرفوا الناس لا ما يقولوا ولد الحومه ولا شي حاجه ما عرفتش زوينه بزاف البوليس لا انا هذه المسائل اللي عجبتني بزاف في حياتي من الاسئله اللي وقعتني في حياتي وعجبتني بزاف وصلوا لشي بلاصه هما كنبغي تقريبا يعني رجعوا للدار فوالا سي سانيز فوالا رجعوا وكازوك داك رجعوك عاوزين هما حتى انا كنت نقرا في ليكول في طريق زهير دونك الدنيا خاويه عاود دائما الدنيا خاويه الليل خارج هوم وورك خدام في ليكول خارج بالليل لابس راك عارف طالب وهذا لابس شويه بحرتك وقفت عليا استافيت قال لي طلع طلعت بيان سور بيان اكومباني فهمتي كيفاش بقى كيسول فيا اش كدير هنا شنو قلت له انا طالب عاد خرجت من هنا طالب خارج بوحدة الليله صاحبي شنو هذا الشيء هذا قلت له هادشي اللي عطى الله انا كنقرا على راسي ودونك وفين غادي؟ قلت له انا غادي للحي الجامعي كنت ساكن ديك الساعه في لاسيتي يونيفرسيتي قال لي داكوغ حتى للحي الجامعي قال لي يلاه سير مزيان برافو خلاص التعامل اللي كيتعامل معك البوليس كيعجبك زوين زوين التعامل بس لا بقى البوليس الصباح